بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الشعب الكريم، كل الشعب السوداني بمختلف فصائله، شباب، طلاب، رجال، نساء، القوى السياسية بدون أي تفصيل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة دائما عندما تكون هناك مظاهرات ضد هذا النظام، نظام المؤتمر الوطني، أول شيء النظام بعمله عمل دعاية أنه إحنا ضبطنا سلاح، ضبطنا ذخائر، والذخائر والسلاح يتبع للحركات المسلحة أو القوى الثورية، سواء كان الحركة الشعبية قطاع الشمال، العدل والمساواة، حركة التحرير، مني من ناوي، حركة التحرير، عبد الواحد. أنا عايز أقول لكم بكل وضوح أن هذه من الأكاذيب الواضحة الصريحة، وهذا النظام نظام باستمرار يكذب ويتحرى الكذب. ومش كده وبل، إحنا مسألة أن ندخل سلاح ولا طلقة ولا ذخيرة دي تجاوزناها زمان، دي مرحلة قديمة جدا، دي مرحلة ما عندنا أي علاقة. إحنا الآن حركات ثورية، نقاتل حرب حقيقية، يعني حرب بسلاح معروف، يعني حرب دولة. لذلك فالكلام ده ما كلام مشبهنا احنا على الإطلاق، وما عندنا أي علاقة. احنا لو عايزين نجي الخرطوم بنجي عبر سلاحنا وعبر الشكل اللي احنا عايزينه، وقبل كده كل الناس عارفين انه دخلنا الخرطوم. لكن الشيء اللي انا عايز أؤكد لكم انه النظام يهدف من هذا عشان عايز يخوف الناس، عشان ما يمارسوا التظاهر السلمي، عايز يخوف الناس عشان ما يسقط هذا النظام. النظام عايز يستخدم هذا الكلام للإرهاب الإعلامي والتخويف لكل قطاع الشعب السوداني، عشان ما يهبوا يعني حبة وحدة لإسقاط هذا النظام الباطش، هذا النظام القمعي القميء السيء. احنا معاكم، انتو هدفنا الاساسي اسقاط نظام عمر البشير، اسقاط نظام المؤتمر الوطني. احنا ما ضد قبيلة على الاطلاق، يعني دي ثورة مسلحة اضطررنا الى حمل السلاح اضطرارا من هذا النظام الباطش الذي نكل بالشعب السوداني، قاتل ويقتل بكل الوسائل، من سلاح الطيران، من الأمن، من الجيش، من الميليشيات، من الجنجويد. لذلك إحنا سلاحنا وعملنا موجه ضد المؤتمر الوطني، ضد العصابة التي حكمت السودان في هذا الظرف ومارست كل أنواع التعذيب والقتل والتشريد ودمار السودان، دمر كل شيء جميل في السودان. إحنا يا أخواننا بكل وضوح جدا صدقوني، وهذا الكلام أنا مسؤول منه مسؤولية مباشرة، مسؤولية تاريخية، مسؤولية شخصية، ما ضد قبيلة، ما ضد الجعليين، ولا ضد الشايقية، ولا ضد أي قبيلة من القبائل، سواء كان بيقولوا يا أخي الشمال والشمال النيلي، كل هذا الكلام، هذا الكلام لا يشبهنا، وهذا الكلام على الإطلاق ما بيحل القضية. قضيتنا أكبر من ذلك، هدفنا الرئيسي أن نقيم نظام ديمقراطي، نظام عادل، نظام حقيقي، وكذلك النظام الديمقراطي اللي إحنا عايزين نقيمه ما نظام فوق دغمسة، ما نظام فيه استهبال، بل نظام أن الشعب يكون هو السيد، هو الحاكم الحقيقي. كلنا نحتكم إلى صندوق الانتخابات في نهاية المطاف. إحنا شفنا العالم ودرسنا العالم وشفنا العالم يتطور كيف، ما يتطور بنظام نظام قبلي ولا هيطورنا على الإطلاق. إحنا
ما في قصة أنه عنصرية ولا يحصل تصفية جسدية ولا إثنية ولا عرقية. هذا الكلام مجرد هراء، مجرد كذب، مجرد لا يشبهنا وضد مبادئنا كلها. ولو في واحد من الناس معانا، معناه ده ما جزء من الحركة ولا جزء من الثورة بأي حال من الأحوال. ولن نتشرف على الإطلاق بأنه نفدي أرواحنا. وكذلك يعني نقدم كل هذه التضحيات الجسيمة من عمرنا، من حياتنا، من شباب السودان الذي ضحى، عشان في النهاية نقيم نظام يقول عايزين نصفي الناس أو قتل إثني أو عرقي. لا أبدا، الثورة الحقيقية لا تعرف الانتقام، الثورة الحقيقية لا تعرف التشفي، لكن بتعرف المحاسبة القانونية العادلة الشفافة اللي بتحترم كل حقوق الإنسان أيا كان هذا الإنسان وانتمائه. عشان ده إحنا الكلام اللي بيتقال ده كله ما صحيح، وما عايزين نتكلم أنه الكلام بتاعت المواثيق الدولية وإحنا ملتزمين، لا أبدا. لكن إحنا سلاحنا ده مكانه معروف، وسلاحنا ده نحاربه في أماكن محددة. وتعالي نكرر أن إحنا دخلنا الخرطوم، والشباب اللي دخلوا الخرطوم ديل أنتوا عارفين أن مستوياتهم التعليمية مختلفة، كلهم وأغلبيتهم ما يعرف الخرطوم، وحجم السلاح اللي كان دخلوا به سلاح كتير جدا، لكن لأنه عارفين قضيتهم، عارفين موضوعه، عارفين هدفهم، لذلك لم على الإطلاق ما في حد يفكر. والناس المارة ماشيين في الشوارع، الطرقات مليئة بالمواطنين، لكن لك الحمد والشكر يا الله ما في حد أصلا فكر هذا التفكير. التفكير ده يفكره المؤتمر الوطني، ده تفكير عمر البشير. إحنا عندما نكون ضد عمر البشير، ما ضد عمر البشير الجعدي أبدا، لا أبدا، ولا ضد عثمان الشايقي، إحنا ضد عمر البشير الذي يمثل هذه العصابة. إحنا ضد عمر البشير القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضد عمر البشير القائد الأعلى لقوات الشرطة، ضد عمر البشير القائد الأعلى للجنجويد، ضد عمر البشير هو القائد الأعلى لجهاز الأمن الباطش الذي قتل الشعب السوداني. إحنا ضد العثمان ما هو الشايقي أبدا، العثمان الذي خطط ودبر لتدمير الشعب السوداني. عشان كده لابد لكم أن تعوا أن دايرين هذه الرسالة تصل لكل الناس، كل الناس، وعايز الكلام ده تنشره لكل الناس. هذه هي أكاذيب. إحنا أكثر ناس سعادة بأن هذا النظام يسقط عن طريق العمل المدني، وهنا معاكم بالعمل المدني يعني سلمية كاملة. ولأنه أي دم الآن يعني يراق، أي دم يراق دم الشعب السوداني. إحنا أكثر ناس حزنا وألما لذلك، ولكن نحن مضطرون بأن نمضي بهذا المشوار بهذا الشكل. لكن على الإطلاق أي كلام بيتقال عن تصفية عرقية ولا إثنية، وعبارة عن ده أنه يعني هذا الخطاب الإعلامي ده إعلام المؤتمر الوطني، يستمروا ويدقوا في هذا الخط، والخط على الإطلاق هيظلوا يطرقون في هذا الخط وما هيقفوا أصلا، هيستمروا. لأنه إحنا صحيح عندنا مشكلة في الإعلام، صوتنا ما قاعد يصل على الإطلاق، وكلامنا ما قاعد يصل على الإطلاق، وده طبعا سياسة مقصودة. لذلك باسم كل القيادات، وأنا يعني مطمئن تماما من ذلك، وأكون يعني يمكن لي أن أدعي ذلك، أن أتحدث بكل القيادات، وكان في العدل والمساواة ولا التحرير ولا قطاع الشمال، كلهم تكلم أننا بعيدون كل البعد عن أي تفكير إثنية أو قبلية أو تصفية. هذا الكلام كلام قبيح لا يشبهنا على الإطلاق، ولا مبادئنا، ولا الذي نعمل من أجله. أعمارنا كم سنة يعني الآن لكي نفك من هذا التفكير؟ كل همنا أن نقيم نظام ديمقراطي، نظام ديمقراطي أساسه العدل والحرية والمساواة، هيبقى فيه يعني تساوي كامل في الحقوق والواجبات، ما في عنصرية، ما في قبلية، ما في تفريق على أساس الدين والعرق واللون والمستوى الاجتماعي. عايزين السوداني سوداني،
ايا كان، حتى لو هو واحد امريكي وجه السودان واخذ جنسيه سودانيه ويتمتع بكل الحقوق السياسيه والمدنيه على حد سواء، ما اي جعلي ولا شاي ولا زغاوي. ده فهم اللي عندنا. هي كلام بتاعت المؤتمر الوطني اللي بيتقال ده، تحقيقة كلام طبعا اكاذيب، كلها عباره عن ترهات. راجيش فعلى الشعب السوداني الذي يصمد، احنا قناعتنا كذلك ان الشعب اقوى من اي سلاح، الشعب اقوى من اي دبابه، الشعب اقوى، الشعب عنده اراده حقيقيه، والشعب هينتصر. عشان كده احنا هذا العمل الذي نقوم به عباره عن مساعده لكم، مساعده للشعب السوداني لكي ينتصر في ثورته، انه في النهايه لا يمكن ان يعني يقوم للسودان قائمه الا عبر اسقاط هذا النظام. مهما فعلنا ومهما عملنا ما فيش حل على الإطلاق. وإحنا برضو عندنا قناعة راسخة أنه هذا النظام ما ممكن يسقط ولا يتشال إلا عبر كلنا نعمل سويا على يد واحدة، وكذلك الإصلاح الشامل وإقامة النظام الديمقراطي الحقيقي اللي ما فيه دغمسة ما بيتم إلا عبر مشاركة كل الشعب السوداني، لأننا كلنا عندنا مصلحة في ذلك. أنا هي أحييكم، أحيي كل من استمع إلى هذا الحديث، أحيي إلى كل من نقل هذا الحديث لأي شخص، ومعكم وبكم إن شاء الله نعمل معا ليل نهار. الأمل كبير، وكذلك لا بد لنا أن نعمل بشكل واسع ونستمر. في النهاية الباطل مهزوم والحق منتصر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم سليمان صندل الحجار، الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة السودانية، وكنت القائد العام السابق. والسلام.